سي توفيق، لائحة ديال المنتخب المحلي، مباراة حاسمة، كيفاش كتشوف يعني الحظوظ ديال المنتخب في هاد المباراة هادي بناء على اللائحة اللي استدعاها سي حسين عمود؟ وأنا تنشوف أن الحظوظ هي وافرة جدا للمنتخب الوطني المغربي أنه يمر للشارم، يعني لأنه جاب 0-0 وكانت هذه تكون أكبر لو أننا انتزعنا الانتصار اللي كان بإمكاننا أن نحقه يعني وبسهولة في الجزائر. المنتخب الجزائري المحلي يمكن عنده كانت عنده 4 أيام ولا 5 أيام من الاستعدادات قبل ما يلعب معنا، يعني ما تعرفوا لا المدرب ديالهم لا شي حاجة، ومع ذلك يعني قاوموا وكادوا يسجلوا على المنتخب الوطني المغربي في الشوط الأول. يمكن اختار سي عموتين ويلعب دو ريكوبيراتور في الماتش ويأمن النتيجة ديال التعادل ديال الذهاب. هذا فكر تنظن حسين عموتة بإمكانه يكون أكثر يعني اندفاع هجومي في المباراة ديال العودة، مباراة العودة أمام الجماهير المغربية، وتنظرنا غادي تقام بمدينة بركان. بركان الملعب ديالها ملعب صغير، بالتالي الحماس ديال الجمهور ممكن يكون كبير. تنعرفوا بأن بركان يعني تقريبا ما بين الحدود ما بين المغرب والجزائر، يعني ما كاينش فريق ديال الكيلومترات بزاف، بالتالي فالاجواء ديال المنطقه الشرقيه والحماس ديال الجماهير ديالهم هذه ممكن يساعد المنتخب الوطني المغربي بشكل كبير في كسب ورقه التاهل ديالو. احنا ما بغيناش فقط التاهل، بغينا ايضا الحفاظ على هذا اللقب ديال الشان، لانه احنا المنتخب المغربي هو حامل اللقب، فلا معنى اننا فقط نعتبر مباراه عاديه، مباراه خاصها تكون بدايه مسار جديد وبدايه لانتزاع التاهيل اولا، ول يعني الذهاب بعيدا لما لا الحفاظ على اللقب في الدوره ديال الكاميرون. يعني سي يوسف، عوده مجموعه من اللاعبين تنظن بان نقطه ايجابيه للمنتخب الوطني، صلاح الدين سعيد التجربه الكبيره ديالو بعد كذلك بعد الإصابة اللي كان تصاب مع المنتخب الوطني الأول، أيوب الكعبي الهداف ديال المنتخب، كنظن بأن هذه واحد يعني العوامل إيجابية اللي ربما تخلي المنتخب الوطني يكون أفضل في هذه المباراة. أكيد فاللائحة طبيعة الحال الحسين عموتة ما خرجاش بشكل كبير على اللائحة الماضية، كنشوفوا انه كاين 6 لاعبين في الوداد، 7 لاعبين في فريق الرجاء البيضاوي، الشيء العادي اللي كان في اللائحه الماضيه. كنظن انه الان في هذه اللائحه هذه عموتة عنده بزاف ديال الاختيارات اللي يمكن انه يستعملهم في المباراه امام المنتخب الجزائري، اختيارات خصوصا على المستوى الهجومي من اجل تسجيل اهداف. عجزنا في مباراه الذهاب ان نسجلوا هدف، فكنظن انه من هذه اللائحه هذه كاين مجموعه من الخيارات الهجوميه انه الحسين عموتة يقدر ان يفوز بمباراه ما نقولش بسهوله ولكن يكون ارتياح، لانه لاعبين مجربين لا ديال الوداد لا ديال الرجاء ولا حتى ديال البركان، كنشوف 4 لاعبين من فريق النهضه البركانيه وكذلك لفريق حسنيه اكادير. من حراسه المرمى حتى الخط الهجوم كنظن انه كاين عناصر اللي يمكن انها تنتازع بطاقة التواجد في الشان يعني بدون مشاكل أمام منتخب جزائري اللي بان أنه ماشي شي ذاك المنتخب اللي يمكن أنه يخلينا نقلقوا على تأهل النهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في الكاميرون. فكنظن أن اللائحة منطقية جدا بالنسبة لحسين عموتة، وعنده بزاف ديال الخيارات، عنده بزاف ديال الخيارات اللي يقدر انه يحقق النتيجه ديال التاهل بكل سهوله ان شاء الله. يعني واش ما كتشوفش يعني كنتكلموا على الارتياح وبان يعني النتيجه ايجابيه، ولكن كنظن بان 0-0 ما كتعنيش شي حاجه بالنسبه يعني للمنتخب المحلي. اكيد ان الا استطاع المنتخب الجزائري انه يسجل يعني في الميدان ديال في بركان يعني في مباراه ديال بركان ربما يخلق صعوبه كبيره يعني للمنتخب الوطني. بيان سور، حنا قلنا يعني قبل قلنا بانه التعادل تبقى هي نتيجه ملغومه، 0-0 انك تفضل انت تعادل بواحد على انك تعادل ب0-0 خارج ارض الميدان، هذا شيء معروف. الثاني شيء قلنا بانه المنتخب الجزائري قبل المباراه ديال الذهاب كان يلا اجتماع لمده 4 ايام، الان راه عندهم شهر واربعه ايام، 4 ايام قدموا لك هذاك المستوى، الان يعني شهر او 4 ايام، فنتوقع بان المستوى ديالهم يكون افضل بكثير من المباراه ديال الذهاب، وايضا ما عندهم حتى شي حاجه ما يخسروها، غادي يجيو باغيين حتى هما ينتزعوا بطاقه التاهيل من ارض المغرب. اعتمد حسين عموتة على الحفاظ على تقريبا نفس العناصر اللي نادى عليهم في المباراه ديال الذهاب، بين ايضا بانه عنده متابعه دقيقه لما يقع في الجولات الاولى من البطوله الوطنيه. شفنا انه نادى على 2 لاعبين جداد ديال المغرب التطواني، لا
عفوا اللاعب ديال المغرب تطوان اللي هو مكعزي واللاعب السابق ديال المغرب تطوان اللي هو زيد كروش اللي قدم واحد المستوى جميل مع نهضة بركان ويعني وكان ساهم في التأهل ديالهم للدور ما قبل الأخير ديال قبل دور مجموعات ديال كأس الكاف. تنظن بأنه غادي يعطي يعني الفرصة، ما تتوقعش بأنه يكون هناك تغيير كبير بابوا التشكيلة ديال المباراة ديال الذهاب، نتوقع بأنه يلعب بأكثر اندفاع هجومي كيف ما قلنا. نقطة يمكن صلاح الدين السعيدي اللي ذكرت يمكن ما كاينش في هذه اللائحة، ولكن في المقابل كاين يحيى جبران، كاين عودة ديال عبد الرحمن الحواصلي تشوفوا كحارس ديال حسنية أكادير، كاين بام عمر مرابط، كاين زكريا الوردي، يعني لاعبين بامكانهم يخلقوا الفريق مع الفريق. يعني انا اسمح لي ذكرت صلاح الدين السعيدي على اساس ان يعني رجع من الاصابه ماشي غير رجع من الاصابه، انه لاعب اللي محوري في اللائحه ديال المنتخب المحلي، وربما التساؤل هو انه اللي شفنا مثلا بعض اللاعبين المستوى ديالهم او انهم ما كيلعبوش اساسيين مثلا مع الفريق، اللي شفنا زكريا الوردي مع الرجاء اصبح لاعب احتياطي، اللي شفنا مثلا حميد احداد شفناه في جميع المباريات باقي ما قدم حتى شي حاجه كاضافه للخط الامامي ديال فريق الرجاء، وشفناه في المباراه ديال الامس مع يعني مع هلال القدس يعني ما كانش في المستوى اللي الكبير، في حين ان لاعب صلاح الدين السعيدي اللي رجع وشفناه في المباراه كيفاش كان مع المريخ، خصوصا ان الحسين عموته يعني تاخر انه يعلن على اللائحه حتى يشوف المباراه ديال الوداد والمباراه ديال الرجاء وعاد يعرف يعني ربما تكون اصابات او شيء من القبيل. صلاح الدين السعيدي كان من احسن اللاعبين في المباراه ديال الامس، الغياب ديالو انا فاجئني، في حين ان الحضور ديال يعني كما قلت حميد احداد او زكريا الوردي كطرح اكثر من علامه التساؤل. ويمكن عنده واحد الفكر انه بغى يحافظ على المجموعه ديالو اللي لعبت المباراه ديال الذهاب اللي جمعت بيناتها، يمكن حصل بيناتها واحد النوع ديال الانسجام، بقاش عنده السعيدي في المعسكر الاول ولكن كان تصاب وكان غادر المعسكر، فبالتالي يمكن تركز على هذه المساله ديال الانسجام، ما عندوش وقت كثير المباراه ديال الاياب، يمكن يدوز هذه المرحله هذه ديال مباراه الجزائر، بقى عنده شهرين للاستعدادات للنهائيات، يمكن انا ذاك يحاول يجرب لاعبين اخرين ويجرب منظومات اخرى في مباريات حبيه اخرى. ولكن النقاط اللي قلتي سي محمد نقاط يعني معاك فيها، انه لاعبين مثل صلاح الدين السعيدي، خصوصا انه صلاح الدين السعيدي بتجارب كبيره مع المنتخبات المحليه يعني من 2012 يعني ملي كنتكلموا عن الانسجام كنشوفوا بان يعني التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني كتشكل بالاساس من لاعبين ديال الوداد ومن لاعبين ديال الرجاء، معناها ما غيلقاش صلاح الدين السعيدي صعوبه. ثانيا انه لاعب اللي عنده تجربه واللي كان في الشان السابق يعني كيتعد من اللاعبين اللي هما اساسيين، فلاعب بهذا الحجم هذا الا شفنا مثلا غير درنا غير مقارنه بسيطه المستوى اللي كان فيه مثلا الناجي في المباراه الاولى كان كل شيء متخوف انه ياخذ ورقه صفراء ثانيه لان التدخل ديالو كانت كتكون قويه. في حين ان السعيدي بالتجربه ديالو غيكون اكثر رزانه في هذا وما يقدر ربما ما يضيعش المنتخب لاعب يقدر ياخذ بطاقه حمراء او شيء من هذا القبيل. كذلك يعني نرجع لهذه المساله ديال زكريا الوردي لاعب اللي يعني كان في المنتخب الاولمبي، شفنا انه المباراه الاولى مع المنتخب الاولمبي خرج في يعني في الدقيقه ربما 20 كان خرج، من تما ما خدش المباراه ديال الذهاب، من تما هو ما كيلعبش حتى مع الرجاء يعني احتياطي، كنشوفوا في اللائحه ديال المنتخب يمكن نضروا لها من نظره اخرى. سي محمد والسي يوسف، ماشي لوكا ديال زكريا الوردي بوحدو، ولكن شفت المرابط ديال الاولمبيك اسفي مثلا، لاعبين ديال المنتخب الاولمبي واشرف الداري ايضا لاعبين ديال المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي اقصي من المرحله ديال الالعاب الاولمبيه، وهاد اللاعبين وكثير ديال الكلام كان على حسين عموته، لا واش حنا شنو بغينا من هذا المنتخب المحلي، واش بغينا نكونوا ملاعبين قادرين يوصلوا للمنتخب الاول، لاعبين عندهم واحد السن معين اللي غادي يمكن نعولوا عليهم كره القدم المغربيه 10 سنوات مقبله، ماشي فقط ندوزوا بهم مرحلة ديال الشان وعاوتاني يجلسوا. فتنظن الزج بهاد ثلاثة اللاعبين في الأجواء ديال المنتخب المحلي ممكن يساعدهم أنهم رغم يكونوا حاضرين لما يكونوش حاضرين، مهم أنهم يستمروا مع المنتخبات الوطنية، فهو شيء مهم تنظن بأن خطوة جيدة، خصوصا هاد اللائحة الموسعة 28 لاعب ماشي كلها غادي تكون في البونت نهار المباراة، وبالتالي كنظن أنه فقط باش بعض اللاعبين هنا فقط باش يدخلوا في الأجواء ديال المنتخب المحلي. مباراة أمام يعني المنتخب المحلي غياخذ مباراة أمام المنتخب الليبي يعني في 12 في هذا الشهر بعد المباراة اللي غياخذ المنتخب الليبي مع المنتخب يعني الأول، واش كتشوف أنها مفيدة للمنتخب المحلي يعني أيام قبل من المباراة الحاسمة مع الجزائر؟ أكيد أنها غتكون مفيدة لأنه اللاعبين محتاجين مباراة من أجل تعزيز ذاك الانسجام بيناتهم.
لعبوا تقريبا ثلاثه المباريات، جوج مباريات حبيه بالاضافه لمباراه امام الجزائر، مباراه امام منتخب ليبيا غادي يكون فيها اكيد النديه، غادي يكون فيها فرصه لحسين عموته باش يجرب طريقه لعب خصوصا في ملعب صغير انه ملعب بركان ماشي هو ملعب مركب الرياضي محمد الخامس ولا ملعب المجمع الرياضي الامير مولى عبد الله، ملعب صغير. كنظن انه هذه فرصه باش يجرب فيها الحسين عموته بعض الامور اللي يمكن انها تساعده في مباراه امام المنتخب الجزائري، وكنظن انها غتكون جد مفيده للحسين عموته، غير فقط نتمنى ما يكونش فيها اصابات. توفيق، كيفاش كتشوف المباراه امام المنتخب الجزائري؟ بالنسبه للمنتخب المحلي فتنظن ما يكونش خوف من الاصابات مثلا، او ان الارهاق اللاعبين ديال الوداد والرجاء خداو مجموعه ديال المباريات مع البدايه ديال الموسم وغنزيدو مباراه اخرى، ما كتظنش ان تقدر تبدل المباراه؟ تقول لي من بعد المباراه ديال الجزائر كاين يعني قبل المباراه ديال الجزائر، فتنظن مزيانه يعني مباراه ديال المنتخب الليبي ممكن تكون مفيده، يعني على الاقل تخلق لك انسجام، تعرف اخر ما عندك في التشكيله، واخر يعني توضع اخر الرتوشات على التشكيله الاساسيه اللي ممكن تعتمد عليها. ولكن يعني ضيق الوقت هنا، يعني خصنا نعرفوا يعني التوقيت ديالها، الا كان يعني واحد الفرق ديال على الاقل 12 يعني فرق ديال اليوم عندك 6 ايام ولا 70، فهذا شيء ايجابي يعني على الاقل. قبل ما نختموا الحلقه ديالنا، شنو التوقع ديالك سي يوسف المباراه ديال المنتخب الوطني المحلي امام الجزائر؟ وبحكم الوطنيه ديالنا غادي نقول لك احنا مؤهلين ان شاء الله، مؤهلين ان شاء الله غنتاهلوا، ما يكونش هناك صعوبات في التاهل ان شاء الله. سي توفيق، كاين شي توقع النتيجه؟ شنو بالنسبه لي يعني المنتخب المغربي المستوى اللي ظهر عليه لا في الذهاب، وايضا اللاعب تشوف اللائحه ديال المنتخب الوطني المغربي والتجارب ديال اللاعبين ديالو مقارنه مع اللاعبين الجزائر، فاكيد ان المنتخب الوطني المغربي خصو يضمن التاهل بسهوله ان شاء الله، يعني على الاقل كيف ما قلنا يعني الحماس ديال الجماهير ديال بركان والجهه الشرقيه واول مباراه هناك بالنسبه للمنتخب الوطني، فتنظن خاصه كما تنقولوا لا غير مانيير نساليو تاب واحد الحصه اللي تشفي الغليل ديال الجمهور المغربي هنا. تنذكروا يعني الملاقات الوحيده اللي كانت بين المنتخب المغربي والجزائري في هذه التصفيات ديال الشان كانت في 2009، يعني في 2008 بالنسبه للاقصائيه ديال اول نسخه ديال 2009، فكان تعادل هدف لمثله في الجزائر، وكان الكل يعني في المغرب كان الكل تيتوقع بان المنتخب المغربي غادي يفوز بسهوله، وكانت اول مباراه للمنتخب المحلي كانت اول مباراه في المركب ديال فاس الجديد، فهذيك الساعه ايضا اجواء الجمهور باغي يشوف المنتخب ديالو في مدينه فاس يعني في المركب الجديد، ومع ذلك فكانت مباراه صعبه وانتهت بواحد لواحد وفزنا يعني بضربه ترجيح يعني بصعوبه كبيره. ونتمنوا نفوزوا في نحسموا يعني المهم هو التاهل في المباراه في 90 دقيقه نحسموا المباراه. سي يوسف شكرا على قبول الدعوه والحضور معنا. سي توفيق شكرا لك. زوار متبعي موقع 360 اضربوا لكم موعد ان شاء الله في حلقه قادمه، كل توفيق للمنتخب الوطني الاول والمحلي، شكرا.